مرحبا بكم في قناتكم حكايستان، حيث سنأخذكم في رحلة ممتعة ومفيدة إلى أماكن وأوقات مختلفة، ونحكي لكم أروع القصص. قصة اليوم هي قصة حقيقية وقعت في أمريكا، وهي قصة أغرب من الخيال، وأكثر كتاب الرعب فسادا سيجدون صعوبة في اختلاقها. ضع السماعات وركز جيدا ولا تطفئ الأضواء. مشاهدة ممتعة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من القصص التي ستعجبك، وشكراً على دعمكم. على مدار 4 أسابيع امتدت بين عامي 1977 و1978 أقدم ريتشارد تشيس على قتل 6 ضحايا أبرياء في ساكرامنتو بكاليفورنيا. تصاعدت جرائم ريتشارد تشيس تدريجياً في وحشيتها، حيث بدأت بإطلاق النار من السيارة، وبلغت ذروتها بأفعال من أكل لحوم البشر والتشويه الجسدي. لم تكن الجرائم التي ارتكبها ريتشارد تشيس هي التي رسخت صورته الحقيقية، بل كانت أفعاله الغريبة ومعتقداته التي سنذكرها لكم أكثر غرابة من تلك الجرائم. لقد كان يعاني من هاجس غريب بالدم، مدعياً أن دمه يتحول تدريجياً إلى غبار نتيجة تسمم نازي، وغالباً ما كان يزعم أن قلبه قد توقف عن الخفقان، واعتقد أن عظام جمجمته يتغير شكلها تدريجياً. واتهم والدته مراراً وتكراراً بمحاولة تسميمه، حتى أنه حقن نفسه مرة بدم أرنب مباشرة في عروقه. لم يتمتع ريتشارد تشيس بعقل سليم، لقد عانى من الذهان والفصام وشكوك مرضية شديدة. تجلت هذه الحالة بمرور الوقت في أعمال وحشية طالت أي شخص سيء الحظ بما يكفي ليجد نفسه في المكان الخطأ والوقت الخطأ. ولد ريتشارد تشيس في سانتا كلارا، كاليفورنيا، في 23 مايو سنة 1950، وعاش طفولة بائسة. منذ صغر سنه تعرض ريتشارد للإيذاء البدني من قبل والده. كان والداه يتشاجران بعنف، وكان ريتشارد هو الضحية البائسة لغضب والده بعد فرار والدته من المنزل. وبحلول سن المراهقة تطور إدمانه على المخدرات والكحول، ومنذ تلك النقطة سرعان ما تطورت لديه ميول القتل المتسلسل. بدأ ريتشارد بتعذيب وتشويه الحيوانات الصغيرة، بما في ذلك القطط التي وجدها في حيه. بحلول سن 12 أظهر ريتشارد السمات الثلاث التي تعتبر الأساس للقتلة المتسلسلين الهاربين: التبول اللا إرادي، والتعذيب الحيواني، والحرق العمدي. إلا أن ريتشارد تمكن من الهرب في عام 1976، لكنه ألقي القبض عليه مرة أخرى وأرسل إلى مستشفى للأمراض العقلية الجنائية، وهناك كشفت ميول ريتشارد الشبيهة بالمصاصين بشكل كامل. كان يناقش بانتظام أوهامه بشرب الدماء مع نزلاء آخرين، حتى حصل في النهاية على لقب دراكولا. بعد إخلاء سبيله رسمياً في أواخر عام 1976، بعد أن قرر الأطباء أنه لم يعد يشكل تهديداً على المجتمع، عاد ريتشارد على الفور إلى حياته السابقة. كان يصطاد الحيوانات الأليفة ويشرب دمها، بل إنه اتصل ذات مرة بجاره لإخباره بالأفعال المروعة التي ارتكبها بحق كلبه. تزايدت أوهام ريتشارد أكثر، لتترافق الآن مع دوافع القتل لتخلق وحشاً خطيراً شديد التقلب. إلا أن خيالاته حول الدم سرعان ما تصاعدت إلى منحى مختلف تماماً. في 29 من ديسمبر سنة 1977 ارتكب ريتشارد تشيس أولى جرائم القتل. أمبروز غريفن، رجل نبيل يبلغ من العمر 51 عاماً، قتله خارج منزله في ساكرامنتو. كان ريتشارد تشيس يقود سيارته وأطلق النار من مسدس عيار 22 باتجاه أمبروز. لم يكن هناك سبب أو دافع لقتله، لم يتم استهدافه لأي سبب. ببساطة وجد أمبروز غريفن نفسه في المكان الخطأ والوقت الخطأ،
عثر على قذائف فارغة بالقرب من منزل غريفن، لكن لم يشر أي شيء إلى وجود مشتبه به. ظل ريتشارد يتجول في شوارع ساكرامنتو ليلاً في 11 من يناير عام 1978، اقترب من باب منزل امرأة تدعى جين لايتون. صعد ببساطة إلى باب فناء منزلها وحاول فتحه، لكنه وجده مغلقاً. لذلك حاول ريتشارد بعد ذلك مع النوافذ، لكنها كانت مغلقة. لكن ربما كان الجزء الأكثر إزعاجاً في كل هذا هو أن جين لايتون شاهدت كل شيء. رأت رجلاً أشعثاً طويل الشعر يصل إلى بابها، ثم ينتقل إلى نوافذها، ثم يعود إلى بابها. هنا قابلت ريتشارد تشيس وجهاً لوجه من خلال حاجز الزجاج، لكن ريتشارد لم يظهر أي ردة فعل. حدق في عيني جين وأشعل سيجارة، ثم ابتعد مدعياً لاحقاً أن الأبواب المغلقة تعني أنك لست مرحباً بك. في نفس الليلة وجد ريتشارد باباً مفتوحاً. كان المنزل تعود ملكيته لروبرت وباربرا إدواردز. عندما وصلا إلى ممر سيارتيهما بعد التسوق لشراء البقالة، خرج رجل من منزلهم عبر نافذة خلفية. ركض ريتشارد تشيس أمامهما حاملاً بين يديه أشياء قيمة سرقها من منزلهما. طارده روبرت إدواردز قدر استطاعته، لكن ريتشارد قفز فوق سياج واختفى في الليل. عندما فحص المحققون منزل عائلة إدواردز، اكتشفوا أن ريتشارد لم يسرق فقط أشياء قيمة، بل قام أيضاً بالتبول في السلالم وتغوط على سرير ابنهما. بينما فر ريتشارد، لم ينتهي الليل بعد، حدث شيء غريب بنفس القدر بعد ذلك. نانسي هولدن، شابة كانت تتسوق في ذلك المساء في مركز قريب، بينما كانت تغادر أحد المتاجر، اقترب منها رجل أشعث اعتقدت أنه بلا مأوى. اقترب الرجل منها وسألها: هل كنت على الدراجة النارية عندما قتل كورت؟ أصيبت نانسي بالذهول قبل 10 سنوات. كانت بالفعل تواعد شخصاً يدعى كورت، توفي في حادث دراجة نارية، ومع ذلك لم يكن لديها أي فكرة عن الرجل الغريب. لم تدرك نانسي مع من تتحدث إلا بعد أن قال ريتشارد: أنا هو ريك تشيس. لم يكن يبدو بالشكل الذي تتذكره سابقاً. كان ريتشارد صديقاً قديماً لنانسي من المدرسة، ولكن كان من الواضح أن ريتشارد قد عانى حياة صعبة. لقد كان متوتراً، يشتهي جرعة من المخدرات، وكانت ملابسه مليئة بالبقع. اعتذرت نانسي، لكن ريتشارد تبعها إلى سيارتها، توسل إليها أن توصله، لكن نانسي سرعان ما هربت منه. في 23 يناير من العام 1978، وجد ريتشارد بابه المفتوح التالي في المنزل الواقع على الطريق 2360. كانت تعيش امرأة تدعى تيريزا ويلن، كانت حاملاً في الشهر الثالث، وكانت بمفردها في المنزل. دخل ريتشارد إلى المنزل بينما كانت تيريزا تخرج القمامة، وعندما عادت هاجمها ريتشارد بسرعة باستخدام نفس البندقية من العيار 22 التي استخدمها لقتل ضحيته السابقة. رصاصة اخترقت كتفها، والأخرى اخترقت أعلى جمجمتها. سقطت على الأرض وماتت على الفور. جر ريتشارد جثة تيريزا إلى غرفة نومها، ثم اعتدى عليها جنسياً بشكل متكرر بعد وفاتها. شوه جسدها بسكين جزار وأحدث بها إصابات بالغة، وبعد ذلك ترك ريتشارد المنزل تاركاً وراءه مشهداً مروعاً. كانت إيفلين تعتني بابن شقيقها ديفيد فيريرا الذي يبلغ من العمر 22 شهراً، وكان أيضاً في المنزل ابن إيفلين جيسون البالغ من العمر 6 سنوات، وجار يدعى دان ميريديث. كان هناك 4 أشخاص في المنزل، لم ينجو منهم أحد. دخل ريتشارد إلى الممر وأطلق النار على دان في رأسه على الفور باستخدام مسدسه. سمع جيسون البالغ من العمر 6 سنوات صوت إطلاق النار، ففر إلى الطابق العلوي
حيث تبعه ريتشارد وأطلق النار عليه مرتين بنفس الطريقة. في طريقه أطلق ريتشارد النار أيضاً على ديفيد البالغ من العمر 22 شهراً في رأسه. بقيت إيفلين وحدها على قيد الحياة. وجدها ريتشارد في حوض الاستحمام خائفة بشكل واضح من أصوات إطلاق النار المتعددة. هناك أطلق ريتشارد النار على إيفلين مرة واحدة، ثم نقل جثتها إلى غرفة نومها حيث اعتدى عليها جنسياً بعد وفاتها. شوه جسدها باستخدام سكاكين وجدها بالمطبخ. بعد ذلك غادر ريتشارد المنزل تاركاً وراءه مشهداً مروعاً آخر. لم يتوقف ريتشارد عند هذا الحد. استولى ريتشارد على جثة ديفيد البالغ من العمر 22 شهراً وفتح جمجمة الصبي وأكل أجزاء من دماغه. أخذ جثة الرضيع معه إلى المنزل وقام بإخصائه واستخدام أعضائه التناسلية كقشة لسحب الدم من جسده، ثم تخلص من جثته في صندوق بالقرب من الكنيسة. وصلت أنباء جرائم القتل إلى وسائل الإعلام الرئيسية. ناشدت الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السكان بتقديم أي معلومة تتوفر لديهم. ولسوء حظ ريتشارد، سرعان ما أصبح مشتبهاً به لدى شخص واحد، نانسي هولدن، زميلته القديمة في المدرسة والتي تحدث إليها قبل بضعة أسابيع. ذكرت تقارير الشرطة أن رجلاً غريباً شوهد يرتدي جاكيت برتقالي اللون بالقرب من منزل ثيريسا وولن، وكانت هذه هي نفس الملابس التي ارتداها ريتشارد في اليوم الذي تحدث فيه إلى نانسي. حققت السلطات في ريتشارد تشيس واكتشفت أنه يطابق الصورة الشخصية للمشتبه به بشكل تام. زار مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منزل ريتشارد لاعتقاله، ومع ذلك لم يستسلم ريتشارد بسهولة. رفض فتح الباب لهم، لذلك تظاهر ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالية بالمغادرة. في الواقع اختبأوا عن الأنظار وانتظروا خروج ريتشارد، وعندما فعل ذلك كان يحمل صندوقاً صغيراً. على الفور قبض عليه الضباط. عند فتح الصندوق عثرت السلطات على أكوام من القماش الملطخ بالدماء، كما عثروا على محفظة دان ميريديث في جيب ريتشارد، في حين أن هذا كان دليلاً كافياً لإحالته إلى المحاكمة، إلا أن ما وجدوه في شقة ريتشارد تشيس ثبت جريمته بشكل قاطع. كانت الجدران والأرضيات ملطخة ببقع دم جافة، وكذلك أدوات المطبخ ومعداته. عثر المحققون في ثلاجة ريتشارد على بقايا حيوانات وأحشاء، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء البشرية التي تعود إلى ثيريزا وولن وإيفلين ميروث والطفل ديفيد. كانت هذه نهاية الجرائم التي ارتكبها ريتشارد تشيس. وبعد محاكمة سريعة أدين ريتشارد بستة تهم من القتل العمدي من الدرجة الأولى، وحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز. للأسف لم يلقى ريتشارد حتفه بطريقة تنفيذ الحكم، إذ عثر عليه ميتاً في زنزانته بالسجن يوم 26 ديسمبر من العام 1980 نتيجة جرعة زائدة من مضادات الاكتئاب. شكراً لكم على متابعتكم لهذه القصة الملهمة، نأمل أن تكونوا استمتعتم بها واستفدتم منها. إذا أعجبتكم القصة ندعوكم للانضمام إلى قناتنا والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. لا تنسوا أيضاً تفعيل زر الجرس لتكونوا أول من يحصل على التحديثات.